مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وبسعد بصحبة حضراتكم من الآن وحتى 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبسعد أيضا بصحبة كل من زميلي العزيزين، زميلي العزيز محمد سعيد وزميلي العزيز الإعلامي شريف فؤاد اللي هيكون معنا النهاردة من ضمن الفقرات. وفقرتنا الرئيسية كمان النهاردة هتكون في الأهلي الليلة متابعة لما يجري العمل عليه بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وهيكون في حوار موسع هيجريه زميلنا شريف فؤاد مع الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، فضلا عن متابعتنا لقرعة الاتحاد الأفريقي لبطولة الكونفدرالية وأيضا دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم لمعرفة استكمال مشوارنا إن شاء الله في البطولة بمواجهة واحد من تواني المجموعات بعد ما تصدر النادي الأهلي مجموعته في البطولة الأفريقية. فقرات كثيرة متنوعة هنتابعها، وبعد قليل كمان هيعطينا أو هيمدنا بأحدث المعلومات والمستجدات عن بدء قرعة الاتحاد الأفريقي لدور ربع النهائي أو دور الثمانية في بطولة دوري رابطة الأبطال. هيكون ده من خلال متابعة خاصة جدا لزميلنا محمد سعيد على شاشة قناة الأهلي. الحقيقة في أكتر من أمر لابد أن نبدأ به هذا اللقاء أو هذه الحلقة. أنا هبدأ برجاء أو طلب للحكم الدولي وله كل الاحترام الكابتن إبراهيم نور الدين، برجو منه هو شخصيا أن يراجع أو أن يكون حكما على أدائه في مباراة الأهلي بالأمس في الدوري المصري. أرجو عشان إحنا عايزين نرتقي بمستوى التحكيم، إحنا بنمثل هذه الشاشة وهذه القناة تمثل النادي الأكثر التزاما بكل الضوابط والحريص دائما أبدا على احترام كل المواثيق والضوابط والأطر المنظمة لكرة القدم في مصر، وبالتأكيد اتحاد الكورة ولجنة الحكام وكل المسؤولين عندهم حرص واهتمام كبير بالتطور والتقدم بمستوى اللعبة والمنافسة، ولكن حرصا على تكافؤ الفرص بالتأكيد لابد من مراجعة الأداء في بعض المباريات اللي أعتقد بتكون فيها زي ما شفنا بالأمس أخطاء صريحة وصارخة بتؤثر سلبا على صاحب الحق في المباراة. بنتكلم ان احنا عايزين نوصل بمستوى التحكيم لافضل اداء، سواء كان الاخطاء دي بتقع بتخدمنا او بتضرنا لينا او علينا، احنا بنتكلم لكل المنافسين احقيتهم الكاملة في الحصول على فرص متكافئة في المنافسة على لقب ومسابقة الدوري العام، علشان المنافسة تكون مستواها اعلى، البطولة تكون مستواها اعلى، وجزء من تطوير منظومة كرة القدم في مصر الارتقاء بكل الاطراف وكل الاضلاع، ومنهم بالتأكيد ضلع مهم جدا هو الحكام المصريين. احنا ثقتنا بلا حدود فيهم، ولكن عايزين الافضل، بنرجو ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الكل يراجع نفسه يكون حكما على ادائه وقيما على ادائه ليدرك اذا كان على المستوى المأمول ولا لابد ان يسعى الى تقديم الافضل، لان الاخطاء امبارح الحقيقه كانت باجماع الاراء صارخه وصريحه جدا ومؤثره سلبا على حقنا في هذا اللقاء وفي نقاط هذه المباراه. واحنا بنتمنى ان الكل يتلافى اخطائه او يراجع نفسه حتى لا يقع في نفس الاخطاء، حتى يعطي الفرص لكل الانديه المنافسه للاهلي، مش بس النادي الاهلي اللي احنا دائما ابدا بنتحدث عن رغبتنا في ان يحصد المزيد من البطولات والالقاب. فقضيه التحكيم محتاجين اتحاد الكوره ولجنه الحكام وكل المسؤولين في اتحاد الكوره يراجعوا الامر ويبحثوا عن اليات للوصول لمستوى افضل ولكفاءه اعلى ولتفعيل ثقه الحكام في نفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرار، وان الحكم ما يبقاش يعني مرتعش خلال المباراه او قلقان او خايف ياخد قرار احسن يقال انه بيجامل النادي ده هذا النادي او ذاك، بالعكس ياخد قراراته بحريه موضوعيه كامله. احنا ما بنشككش في نوايا حد، لا نعرف النوايا ولا يعرفها الا الله سبحانه وتعالى، ولكن الاداء احيانا بيكون لافت للنظر لما تكون هناك اخطاء اعتقد انها تقل كثيرا عن المستوى المفترض ان يكون في الحكام الموجودين عندنا واللي بيحصلوا على دورات تدريبيه وتاهيليه وعلى مستوى يؤهلهم الى اداء افضل من ده بكتير. خلينا هنتكلم عن ده النهارده مع ضيفنا في الاستوديو كمان بعد قليل مع اولى حواراتنا النهارده، لكن في قضيه تانية لابد من الاشاره اليها. ما اعتقدش ان في اي مشجع مصري او مواطن مصري سعيد بالمشهد وبالتراشق اللي حصل في الفتره اللي فاتت او اي تجاوز حدث وباللهجه اللي كانت حاده جدا بين وكيل اعمال او محامي نجمنا الكبير محمد صلاح واي مسؤول من المسؤولين في اتحاد الكره المصري. نحن لا نقف الى جانب احد، الكل المفروض انه في مركب واحد مش في خصومه. محمد صلاح أكبر نجم من نجوم الرياضة ومن نجوم الكرة المصرية، نجاحه يبهر ويسعد كل مصري ويشرفنا جميعا، ولكن أيضا اتحاد الكرة بالتأكيد احنا مش في خصومة معاه، ونتمنى أنهم يصلوا لصيغة يشوف فيها اتحاد الكرة ويفهم وجهة نظر محمد صلاح ووكيل أعماله ومحاميه
محمد صلاح ايضا هو محامي، يشوفوا ازاي اللهجه وحل اي مشكله والتواصل مع المسؤولين في الاتحاد يتم بالشكل اللي يخدم الصالح العام في مصر، لان بدانا البعض بدا يتاجر بالازمه، بدا يقول ما لم يحدث، بدات بعض المواقع وبعض وكالات الانباء في الخارج تحاول تتاجر بالقضيه دي وتنسب الينا ما لم يحدث في مصر على الاطلاق واللي ما فيش اي شواهد عليه، اكثر من كونها خلاف بين بعض المسؤولين في اتحاد رياضي هو الاتحاد المصري لكره القدم وبين نجم كبير من نجوم الكره او ابرز نجوم الكره المصريه والافريقيه وواحد من اشهر نجوم العالم بالتاكيد هو محمد صلاح. اعتقد ان الازمه الموقف اصبح سخيف جدا والموضوع اصبح يعني بايخ جدا الحديث عنه اكثر من كده، ولا بد ان يبحث الجميع عن صيغه يركز فيها منتخبنا على ماتشاته اللي جايه، نستفيد بطاقات نجومنا الكبار واولهم محمد صلاح، ويركز الاتحاد على الوصول بافضل اداء وافضل تركيز وجاهزية بدنية وفنية ونفسية للاعبينا وفي مقدمتهم طبعا محمد صلاح. أعتقد المصلحة العامة بتفرض ده ولازم كل الأطراف تراجع نفسها عشان الأمر ده يتم إنهاءه تماما، لأن الموضوع طول قوي ووصل لشكل طبعا غير مناسب وغير لائق لا بالاتحاد ولا بنجمنا الكبير محمد صلاح. إن شاء الله الأزمة تتحل ونركز على ماتشاتنا اللي جاية وفي تصفيات نهايات كأس الأمم الأفريقية وتنعكس عملية الاستقرار وحل هذه الخلافات اللي هي طبعا زوبعة في فنجان وما تستحقش كل الجدل المثار حولها بهذا الشكل وبهذه المبالغات اللي بتضرب المنتخب. إن شاء الله نتجاوز ده عشان نقدر نقدم أفضل ما لدينا.